شكوك كتيرة محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر وأسأل من غير حدود. مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور. حقك تسأل. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، ورحب بك في اسم الرب يسوع المسيح في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. أحد الأسئلة التي وصلت إلى برنامجنا في حلقة اليوم يقول، تعال نشوفه مع بعض. احنا عندنا سؤال تاني، هل في أسفار ضاعت من العهد القديم؟ يعني في أسفار مثلا زي سفر الحروب مصحوف في سفر معبد صح 21، هل ده من الأسفار اللي ضاعت من العهد القديم؟ وفي كمان سفر ياشر، وفي كمان ثلاث كتب لسليمان، هل الأسفار دي ضاعت من العهد القديم؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل. طبعاً السؤال ده بيتردد كثيراً لأجل قراءة البعض أجزاء في الكتاب يتقابلون فيها مع بعض أسماء الأسفار التي لم تدون في قائمة أسفار العهد القديم أو العهد الجديد. يعني اللي يقف قدام سفر حروب الرب، اللي يقف قدام سفر ياشر، اللي يقف قدام كتابات سليمان في العلوم وفي النباتات وفي الطبيعة، يقف يقول هي فين الأسفار ديت؟ هل ضاعت هذه الأسفار من قائمة أسفار العهد القديم؟ فين سفر حروب الرب؟ فين سفر الحروب؟ سفر الحروب ده جه الكلام عنه في سفر العدد أصح 21 عدد 14. اسمحوا لي أقرأ عدد 21 من عدد 13 و14، يقول عن شعب الله في ختام رحلتهم في البرية قبيل دخولهم إلى أرض كنعان: من هناك ارتحلوا ونزلوا في عبر أرنون الذي في البرية خارجا عن تخم الأموريين، لأن أرنون هو تخم مؤاب بين مؤاب والأموريين، لذلك يقال في كتاب حروب الرب: واهب في سوفة وأودية أرنون. الكلام ده فين؟ في سفر العدد أصح 21 عدد 13. الحقيقة السفر ده سفر الحروب لم يرد في قائمة أسفار العهد القديم، والتي كانت موجودة بين يدي المسيح وقتما كان هنا بالجسد على الأرض. معروف أن العهد القديم كان موجود بين إيدين الرب وبين إيدين اليهود وبين إيدين الرسل، والرب صادق على العهد القديم كما هو موجود بين أيدينا الآن في العبارات الشهيرة الموجودة في إنجيل لوقا أصح 24. فاكرين لما المسيح ماشى مع تلمذي عمواس لما كانوا عبثين في يوم القيامة وشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. أي كتب؟ كتب العهد القديم اللي هم 39 سفر من التكوين إلى ملاخي. التسعة وتلاتين سفر دول كانوا متقسمين عند اليهود إلى ثلاث أقسام: التوراة والنبيين والكتوفيم، أو أقدر أقول عليهم أسفار التوراة وأسفار تاريخية وأسفار نبوية. التسعة وتلاتين سفر دول ما فيهمش سفر اسمه سفر حروب الرب. هل سقط سهوا؟ لم يسقط سهوا. هل نزع من قائمة الكتاب؟ الرب صادق على العهد القديم اللي ما كانش فيه سفر حروب الرب. إذن ما هو سفر حروب الرب؟ سفر حروب الرب هذا سفر قد يكون كاتبه شخص يهودي، لأنه ذكر فيه اسم الرب، واسم الرب لم يعرفه غير اليهود، الرب يهوى. لكن هذا السفر كان يخلد انتصارات شعب الله وسيرة شعب الله في البرية وانتصارهم على عماليق واللي عملوا معاهم الرب طوال الرحلة، فهو سفر حروب الرب. وجيد أن يكون هذا الاسم بهذا العنوان سفر حروب الرب، عشان كده نقدر نقول عليه سفر مكتوب من شخص يهودي، سفر محترم يحوي تاريخ للشعب، لكنه ليس من ضمن الأسفار الموحى بها من الله. حد يقول لي أنت جبت منين اليقين أنه مش من ضمن الأسفار التي يوحى بها من الله؟
وضاعت من ضمن قائمة الأصفار أو لأن المسيح لما صادق في لوقا 24 على العهد القديم صادق على العهد القديم بالتشكيل اللي بين إيدينا دلوقتي اللي ما فيهوش سفر حروب الرب. لكن إيه هو سفر حروب الرب؟ سفر حروب الرب سفر دونه أحد اليهود الشرفاء اللي سجل فيه انتصارات شعب الله ربما سمعها من الآخرين أو كان معاصرا لها وسجل فيها معاملات الله مع شعبه. أيضا من ضمن الأصفار ديت سفر شهير اسمه سفر ياشر. وسفر ياشر ده جاء كلام عنه في يشوع 10 وفي صموئيل الثاني صح 1 عدد 18. يقول مثلا في يشوع 10: حينئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأموريين أمام بني إسرائيل وقال أمام عيون إسرائيل: يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي إيلون. فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل الغروب نحو يوم كامل. يشوع 10:12-13. نفس السفر ده كمان أشير إليه في صموئيل الثاني الصح 1:17-18. يقول: ورث داود بهذه المرثات شاول ويوناثان ابنه، وقال أن يتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هوذا ذلك مكتوب في سفر ياشر. كلمة ياشر يعني المستقيم، وارتبطت بحادثة انتصار يشوع على الأموريين لما دامت الشمس ولم تعجل للغروب، وارتبط أيضا بنشيد اسمه نشيد القوس علم داود الشعب أن يتغنوا به، وهذا كان في حادثة مقتل شاول ويوناثان. سفر ياشر لأنه مش من قائمة الأصفار التي كانت موجودة وقت المسيح ما كان بالجسد على الأرض، ما كانتش في القائمة التي يؤمن بها اليهود اللي هي التوراة والنبيين والكتوفيم اللي هي كانت موجودة بين إيدين الرب واليهود في الوقت ده، فما أقدرش أقول عليها كانت من ضمن الوحي وضاعت. لكن زي ما قلنا عن سفر حروب الرب نقول على سفر ياشر هو سفر تاريخي دون انتصارات ودون حروب، لكن كان مكتوبا في مقدمته وآخره بطريقة النثر والشعر، الشعب كان يتغنى به، لذلك كان فيه ما يسمى بنشيد القوس. ونشيد القوس ده نشيد شعري كان يحوي على أشعار مقاطع شعرية تخلد انتصارات شعب الله ومعاملات الله مع الأباء زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. البعض بيقول إن كلمة ياشر يعني مستقيم ربما يقصد بها سفر التكوين، البعض تاني قال ربما يقصد بها سفر التثنية. أيا كان التكوين أو التثنية فده موجود عندنا في الكتاب، لكن البعض يرجح فكرة إن سفر ياشر كان سفرا مكتوبا كتبه أحد الأفاضل دون انتصارات شعب الله ومعاملات الله بطريقة شعرية لكن لم يكن بوحي من الله، يحترم لكن لا يضم إلى قائمة الوحي. مرجعيتنا إيه؟ مرجعيتنا إن المسيح صادق على تشكيل العهد القديم كما هو بين أيدينا الآن. نعرف ده منين؟ نعرف ده من إنجيل لوقا أصحاح 24. والتقي بيك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة قادمة، والرب معك. عندي شكوك كتير محتاج ليها ردود، أنا من حقي أفكر واسأل من غير حدود، مش قادر ألغي عقلي ولا قادر أخبيه، ده في كلمتك يا ربي حاجات محتاجة نور، حاجات محتاجة نور.